التحية متجددة متابعينا على فاضل، نجدد لكم اللقاء مع انطلاقة شوطنا الرابع في مجمل أشواطي هذا اليوم الخاص بالجعدان اللي ذاع المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء الغبايل. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع المركز الأول نشوان من ينتشي بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه محمد بن جمعة بالدبيلة الفلاسي، بينما ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز لنتابع الانطلاق من شعيلان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم واللي يتولى عملية تضميره سالم بن مطر بن حاذة الاكتفي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث، ثالث المراكز اللي يحتله هنا في هذه المسيرة هنا شاهين بشعار سمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي وعبد الله بن سعيد الخاطري اللي يقود في عملية التضمير والتدريب، بينما ننتقل مع المركز الرابع، رابع المراكز لنقد بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع رابع المراكز، بينما ننتقل إلى المركز الخامس لنجد شاهين بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وثاني بن عبيد بالكديدة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما سادسا اللي يحتل هناك المركز السادس في هذه اللحظة شاهين بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان الغاسمي وبخيت بن سالم المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع سادس المراكز، بينما المركز السابع انخلي بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري اللي يتولى عملية تضميره مع المركز السابع، بينما المركز الثامن ياتي ميهاب لسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، بينما تاسعا ياتي هناك شاهين بشعار سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم وسيب بن احمد بن خريده اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما عاشر المراكز مرسال بشعار محمد بن عبد الله بن معضد النيادي من ياتي على عاشر المراكز. هكذا انهينا النتيجه للعشر المراكز الاولى، ذعناها لمسامعكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في تحدي هذا الشوط وفي هذه المسيره اللي تجمع هذه الشعارات القويه والمتميزه في عالم سباقات الهجن. نعود الى المقدمه ونعود الى الصدارة وإلى المركز الأول، شعيلان على الصدارة يتابع أيضا
بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويتابع سالم بن مطر بن حاذ الكتبي هنا من يتقدم في هذه اللحظات. ابو نايف بينما انتقل الى المركز الثاني، ثاني المراكز اللي ياتينا نشوان ينتشي مع المركز الثاني بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن جمعة بن دبيلة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع ثاني المراكز، بينما انتقل الى المركز الثالث ليتابع الانطلاق والمسيره من شاهين بشعار سمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي وعبد الله بن سعيد الخاطري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الثالث، بينما اتابع المركز الرابع، رابع المراكز ياتي نقد بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الرابع، بينما يلي في المركز الخامس هناك يتقدم متابعينا الأفاضل مع المركز الخامس في هذه المسيرة. يا سلام، شعار أيضا بالخديدة على ما أعتقد اللي يحتل المركز الخامس، وسادسا يأتي هناك أيضا في هذه اللحظة شاهين بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان الغاسمي وبخيت بن سالم المسافري. هكذا ندائنا الثاني متابعينا الكرام مع هذه المسافة للخمسة كيلومترات، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة الأولى. ها هو شعيلان، شعيلان على المقدمة، متى بيشعل المنافسة يا بن حاذة؟ الله يا شعيلان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسالم بن مطر بن حاذة اللي يقوده في عملية التضمير والتدريب، بينما ثاني المراكز اللي ياتي ويحتله هنا شاهين بشعار سمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي وعبد الله بن سعيد الخاطري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه، ولكن مركز ابو نايف مع الصدارة مع المركز الاول والعصا كما تشاهدونها. فالابطان في هذه اللحظات، واللي غادم هنا واللي تحرك في هذه اللحظات الغادم نقد بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسافري، وثالثا ها هو التبر لعبد الله بن الفندي بن راشد المزروعي. اهالي الغربيه وصلوا ولكن بعود الى شعيلان واشعل نار المنافسه. الله يا سلام، شعيلان والتبر، التبر وشعيلان، والمعركه طاحله والامتار الاخيره. التبر عبد الله بن الفندي بن راشد المزروعي وصاحب السياره كما يعلن كمبيوتر المرموم. هناك بمركاض الامير الوالد في دوله قطر حاصل على سياره لحظتي وصول الى خط النهايه. تهانينا لعبد الله بن الفندي بن راشد المزروعي المركز الثاني اللي احتل شعيلان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث اللي احتل نقد بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي. هكذا نتيجتنا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني متابعينا الافاضل المرافق للتبر، 7:57 ثانية. تهانينا وناموس لعب